هذه الحمرة مصنوعة من هذه الحشرة. منو؟ ليش؟ شلون اخترعت هذه الحمرة؟ أكثر النساء تستخدم الحمرة في مكياجها، بس هل تعرفون أنه من أوائل الحمرة اللي سووها كانت تصنع من الأحجار الكريمة أو من هذه الحشرة اللي اسمها كوتشينيل بوكس، لأنهم كانوا يستخرجون مادة الكارمن الحمراء من هالحشرة ويمزجوها مع محلول أسيدي ويخلوها تجف حتى تصير أحمر شفاه. وأول الناس اللي اخترعوا أحمر الشفاه واستخدموا هالطرق هم السومريين والفراعنة. لكن فعلياً أول مخترع لأحمر الشفاه اللي نشوفه اليوم هو شخص عربي من الأندلس اسمه أبو القاسم الزهراوي، اللي ذكر في كتاباته إنها أعواد معطرة ملفوفة ومضغوطة في قوالب خاصة، هذا اسمها بالعربي. والسبب وراء اختراع الحمرة لأنها كانت تمثل السلطة العليا في المجتمع، وأول الناس اللي استخدمتها هي كليوباترا. وفي الوقت الحالي اختراع الحمرة يستخدموه كثير نساء حتى يبين جمالهم أكثر وينسق ألوان الوجه. اكتبوا لي اختراعات ثانية ممكن نحكي عنها.